جالك ازاي دور صفصف او هو اتعمل ازاي يعني؟ هو كلمنا، كنا في الصيف، وبعدين قال لي هالة اخر الصيف، قال لي هالة انا قاعد عمال افكر في شخصية كده وانا مش شايف حد خالص غير انتي، فانا لسه ما كتبتش، فانا دلوقتي بسألك. هو ام لولدين كبار في السن، منهم رمضان، بس حتى مش في سن رمضان، يعني رمضان مفروض انه راجل كبير في الاربعينات وداخل في الخمسينات كمان، والولد التاني اكبر منه كمان. فانا قلت له انا ما عنديش مشكله، لان انا عملت دور رمضان، ام رمضان قبل كده، بس الراجل الكبير قوي ده هتبقى مشكله، بس انا كممثله انا ما عنديش مشكله، لكن احنا ممكن نعمل ده بالميك اب، ممكن نعمل ده بالاضاءه. يعني الحقيقة الإضاءة لعبت دور عظيم جدا 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 في إن الوش يبقى، يعني هي ست فيها ملامح حلاوة لكن هي كبيرة، يعني عملنا شغل حلو كمان بالميك اب جدا جدا أستاذ عزيز، عملنا حاجات، عملنا سبراي، بقينا نعمل سبراي علشان مش عايزة أحس إنه ميك اب بجد، يعني مش مكياج تعجيز، هو مش مكياج تعجيز، هو تاكيد على تعجيز، تاكدوا الخطوط، تاكدوا يعني الملامح، يعني اكيد انت عندك خطوط فاحنا بناكد عليها اكتر. ما غلطتش يا ام عشان اراضيه. بقول لك انزل يا واد تراضيه. مين اللي يراضي مين يا ام؟ قسما بالله لو ما نزلت وعملت اللي انا قلت لك عليه للم هدومي واسيبك وامشي. انت تمشي تروحي فين بس؟ اروح لابوك في الطرب، اقعد جنبه اشتكي له منك، هقول له ضعف ابنك، ضرب ابنك الكبير وكسره قدام الناس وقدامي، وهقطعك وهفضل قاعده جنبه لحد ما اموت. ماذا الشر عليك يا امه؟ هتنزل تراضي ولا لم هدومي وامشي؟ اسمعي، مش هتنزل تراضي، اسمعي هنزل اراضيك. فقلت له انا ما عنديش مشكله، لانه انا الهدف فعلا حقيقي عندي ان انا شايفه محمد سامي من بعيد، برقباه من بعيد، عايزه اعرف ليه الممثلين بيبقوا في احسن حالاتهم مع محمد سامي. وكان لغز بالنسبه لي، فانا قلت له انا موافقه من غير اي انا موافقه. يعني لسه الدور مجرد فكره، مجرد فكره. قال لي طبعا هكتب التريتمنت وابعته لك وقولي لي. حلو، بعته، قلت له عظيم يلا نشتغل. قال لي الاسامي هم الشركه، قلت له انا مش كان الدور كبير كده وفي التفاصيل اللي ظهرت دي خالص، لدرجه ان انا وانا بقرا السكريبت كنت حاسه انه دور مش ده برضو اللي انا عايزاه، مش ده اللي مكتوب على الورق حاجه، بس ايه، هو قال لي جمله، قال لي هتثقي فيا ولا لا؟ ثقي فيا، اكيد لما انا هجيب هالة صدقي اكيد انا مش هضحي بتاريخ هالة صدقي، اكيد انا هستفيد من التاريخ. وهو كان امين كده، امين كده، يعني مش كلمتين وخلاص، هو كان امين كده. وطول التصوير، يعني انا كمان، هو عنده بعد نظر غير عادي، لانه هو طول التصوير يقول لي ايه، انت مش عارفه صفصف دي هتعمل ايه في الناس، اقول له حلو لطيف، يقول لي لا انت مش متخيله، انت انا عارف هيعمل هيحصل ايه، انت مش عارفه، انا عارفه ان احنا هننجح، عارفه ان احنا هنبقى لكن انه بده لا، الوحيد اللي كان شايف كان محمد سامي. مين دي جعفر؟ مراتي. يا لهوي، ايه يا اما، ايه دي الزغروطه، سرعتيها يا اما. اتجوزت تاني يا جعفر؟ تاني ايه؟ ده رابع، والتلات مصايب اللي عندك ليه يا ابني بتعمل في روحك كده؟ ليه مصمم تجيب سكر لنفسك؟ هاي طنط، ازيك؟ طنط مش شبهنا، رجعها، شفت فيشها وتشبيهها واصلها وفصلها والرقم القومي؟ نظيفه. ابوها مين دي؟ بنت ناسا كابر، ابوها كان رجل اعمال كبير. انت بتشيش يا طنط؟ الله، انا كمان بشيش، انا بشيش على الكم استيكة. انت بتشيش ايه؟ قص يا راح امك. ايه في استيكة اللي بتشيش يا دي؟ مفيش حريم عندنا تشيش. ايه حريم دي؟ وبعدين ما مامتك نفسها بتشيش. مامتك؟ بتقوليها عادي كده؟ انت
بتقارني نفسك بصفصف يا صنافور المحطة؟ ده أنا الملكة! اهدي يا أمي. كانت الملامح الرئيسية للشخصية إن هي ست يعني شديدة، كان في خفة الدم دي مكتوبة في المعالجة؟ طبعا في الإفيهات أغلبها هو اللي كاتبها. مثلا إيه عندك جزء كبير قوي يا منى، يعني أنا كنت في حلقات أقول له أنا مش موجودة يعني بتاع، يعني كنا دايما إيه قاعدين بنهزر كلنا أنا والبنات نقول إيه، عندي مشاهد صفصف تقف في الشرفة، عندي صفصف تقف في الشرفة ده كتير قوي في الشرفة. قلت له أنا شايفة أن الشرفة بقت بطل المسلسل، يعني الشرفة هي الحكاية. صفصف في البلكونة. فصدقي فعلا في مشاهد كتير أنتوا بتتفرجوا على من البلكونة. فمي ومنة وإيماني مثلا يقولوا لي إيه، يقولوا لي هو حضرتك عندك إيه النهاردة، أقول لهم صفصف تقف في الشرفة، النهاردة صفصف تقف في الشرفة. طبعا أنا باخدها صفصف تقف في الشرفة. صفصف تقف في الشرفة دي بقى شوفي التصوير اللي هو بيعمله والأداء اللي هو بيدهوني. طبعا علشان أنا مش متعودة، يعني إحنا في مخرجين اللي هو واقفة في الشرفة ترك كده خلاص، لا ده بيشوف بياخد من زاوية إيه وتعبيرها إيه وإحساسها إيه ويعيد المشهد قدامي علشان ياخد الرياكشن الصح. بجد أنا يعني بستغل وجودي معاكي وبشكره من كل قلبي إنه قدر وإنه زاح، يعني في إيه، في قشرة كده كانت موجودة اتشالت وظهرت هالة صدقي تاني. حاجة أنت حبيتي البت عايدة؟ أنا لا بحب ولا بكره، انتوا بالنسبة لي عاملين زي التلفزيون والراديو، بتسير معاكوا بتسلوني اهو بتعملوا لي صداع وخلاص، لكن مشاعر وكده لا ما تلاقيش. طب انت حبيتيها اكتر مني؟ في ايه يا دلال الحوار الغريب ده يا بنتي؟ الكلام ده تسأليه لجعفر مش ليا. ايه اصله ده؟ بس الحق يتقال يعني؟ انتي معزتك من معزة البت صباح، انتي اكتر واحدة بحبها من مراتاته كله، مش عشان يعني انتي بت بيضة وحلوة كده وبتستحمي مرتين في اليوم، لا لا لا، عشان مطبلاتية درجة اولى. بس انا عايزة اقولك حاجة، البت كمان سوريا لو واقفة مكانك دلوقتي هقول لها نفس الكلام، هقول لها ده انا بموت فيكي، حتى المقيحة نرجس هقول لها اعمل ايه يا اختي، ما هو ابتلاء، اتجوز لي أربعة هعمل فيكوا إيه يعني؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.